السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي النهارده في وصفة جديدة. بإذن الله هنعمل وصفة حلوة النهارده لتفتيح وتبييض البشرة، وكمان بتزيل اي تجاعيد اللي حوالين العين حوالين الفم، بتخلي بشرتك صافية. بنات كتير قوي سألتني ليه بشرتك صافية جدا وانت بتستعملي ايه من الوصفات. النهارده ان شاء الله هقول لكم على الوصفة اللي انا بستعملها وبإذن الله هتعجبكم. يلا خلينا نشوف وصفتنا وتابعوني لاخر الفيديو، ولو اول مره تشترك معايا في القناه ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان اضغطي على الجرس عشان كل فيديوهاتي توصلك. خلينا نشوف وصفتنا، يلا بينا ان شاء الله يا بنات. وصفتنا النهارده باذن الله تحفه جدا. وصفتنا النهارده هتعمل لك تفتيح زي ما قلنا، وهتعمل لك كمان ازاله لاي تجاعيد موجوده في البشره. انا هحتاج معايا النهارده في الوصفه بتاعتي دي مكونات بسيطه جدا بتساعدك على ازاله التجاعيد بكل سهوله. اول مكون ان شاء الله هنحتاجه معانا النهارده هو معلقه من لبان الدكر، او اسمه في بعض الدول العربيه، يا ريت اللي يعرف اسمه يقول لنا. لبان الدكر من الحاجات الجميله جدا جدا لازاله التجاعيد للبشره، تحفه جدا جدا. هجربيها دلوقتي معانا، يلا بينا نشوف. انا هضيف معايا هنا معلقه واحده من لبان الدكر المطحون. تاني مكون معايا هحتاجه النهارده وهو الطحين او الدقيق، طحين القمح. هنحتاج معلقه واحده فقط من طحين القمح. اما بالنسبه للزيت اللي انا هستخدمه النهارده في الوصفه دي، وهو زيت لبان الدكر، من الزيوت الحلوه جدا اللي بتخلي تاخر لعلامات الشيخوخه، كمان غني بالكولاجين، كمان بيزيل اي تجاعيد موجوده في بشرتك. انا هضيف معايا النهارده في الوصفه دي معلقه واحده من زيت لبان الدكر. ممكن تستبدليه بزيت اللافندر او بزيت الخروع، بزيت الزيتون، بس انا بفضل لبان الدكر لانه بيساعد على ازاله التجاعيد بسهوله جدا. هنضيف معلقه واحده من زيت لبان الدكر بالشكل ده، وبعد كده هبدا اقلب المكونات دي، ودي هتبقى معايا الخلطة اللي انا هستخدمها ان شاء الله على البشرة. هنغسل بشرتنا كويس جدا وهنستخدمها على بشرتنا. الوصفة دي هتزيلك اي تجاعيد، هتساعدك كمان على تحفيز الكولاجين في البشرة. ازاي هنستخدم وصفتنا دي؟ هنغسل بشرتنا كويس جدا، ويفضل ان احنا نغسلها بالمية الدافية عشان افتح المسام. بعد كده هبدأ اخد الوصفة دي واضيفها على البشرة، وبحركة دائرية هعمل تدليك لبشرتي من تحت من عند العنق وانت طالعة كده لحد الجبين. خدي من تحت من الرقبة لحد وانت طالعة الخدود والجبين، تمام. وكمان حاولي ان انت متعمليش اي تعبيرات وانت حاطه الوصفه دي، يعني كوني في حاله استرخاء خالص، علشان لو انت بتعملي كلام او بتتكلمي ده بيخلي الخدود تكتر ومبيخليهاش تضيع بسهوله. الوصفه دي هنستعملها ان شاء الله كل يوم، كل يوم استعمليها هتشوفي نتيجه كويسه من اول 3 ايام ان شاء الله. نتيجتها حلوة جدا، بتزيل اي تجاعيد في البشرة، وكمان بتديكي تفتيح حلو قوي. هتلاحظي بنفسك ان شاء الله. مشي على الوصفة دي وتابعيها كويس جدا، وبإذن الله هتلاقي نتيجة كويسة منها. يا رب الفيديو النهارده يا بنات يعجبكم، والوصفه تكون نتيجتها حلوه معاكم ان شاء الله. اعملي الوصفه دي تحفه جدا، وانا شخصيا بستحملها، وبتخلي بشرتي صافيه وجميله وما فيهاش اي تجاعيد، وكمان بتخلي البشره صافيه ومش بتحتاجي تحطي فونديشن ولا ميك اب ان شاء الله. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروا لاصحابكم عشان يستفادوا، واستنوني ان شاء الله فيديوهات كتير جديده طول شهر رمضان هتعجبكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم فيديو جديد، والجاية احلى مع جيجي كل حياتي. باي باي.